استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والعميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بقاعدة الصخير الجوية هذا اليوم عددا من الضباط والأفراد العائدين من جمهورية اليمن الشقيقة سالمين غانمين بعد مشاركتهم في أداء واجبهم المشرف بكل شجاعة وإقدام وعلى الوجه الأمثل في إطار مشاركة قوة دفاع البحرين المستمرة ضمن قوات التحالف العربي المشترك. وقد تفضل جلالته أيده الله بمنح الأوسمة التقديرية لهؤلاء الضباط والأفراد البواسل تقديرا لهم على قيامهم بواجبهم أو بواجباتهم الوطنية على أكمل وجه بعزيمة وإرادة صادقة في هذه المهمة السامية، مشيدا جلالته رعاه الله بما يقومون به مع أشقائهم من رجال قوة دفاع البحرين البواسل في مختلف مواقع عملهم وما حققوه من بطولات ونجاحات مميزة في المهام التي أوكلت لهم بروح معنوية صلبة وكفاءة عالية وحرصهم بأن تظل راية البحرين شامخة عزيزة دائما حيث قدموا الصورة المشرفة الرفيعة لوطنهم. ومضيفا جلالته رعاه الله أنهم دائما موضع الاعتزاز والفخر من الجميع ومقدرا جلالته المشاركة المهمة والمتواصلة لقوة دفاع البحرين في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل متكاتفين مع الأشقاء يدا واحدة ضمن قوات التحالف العربي المشترك بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة دعما للحق والشرعية وحماية لأوطاننا وأمتنا العربية ولكل ما فيه خير اليمن الشقيق وشعبها العزيز. حضر المقابلة سعادة وزير شؤون الدفاع وسعادة رئيس هيئة الأركان.